يا كذبة، اتقوا الله في المسلمين، دمرتم الأمة وخالفتم بين قلوب أبنائها وصيرتموها إلى الحزبية. هذه فتنة الصحافقة، ومع هذا هم يدخلون للشيخ ما أرادوا من الكلام. يعني لو كانوا بيكرهوك يدخلوا للشيخ عنك الكذب، من أفظع الكذبات وأبشعها نقلوا للشيخ ربيع حفظه الله تعالى الوالد الجليل، نقلوا له عن الشيخ محمد بن هادي كلاما، قالوا له الشيخ محمد بن هادي يقول لبعض الناس في دولة ما تعاونوا مع الإخوان المسلمين. الشيخ ربيع طلب منهم قال اتصلوا على الشيخ محمد، اتصلوا عليه أمامه، الشيخ ما يتكلم بالتلفون هو مباشر. فلما تكلموا سألوا الشيخ محمد، قال له الشيخ ربيع يقول لك هل أنت تقول كذا وكذا وكذا؟ قال له يا شيخ معقول أنا أقول هذا؟ أو كلمة نحوه، أنا أقول هذا يا شيخ؟ قام سأل الصعفوق الماسك التلفون، قال له الشيخ ربيع قال له ماذا قال؟ قال له قال لك نعم أنا أقول هذا يا شيخ. هؤلاء يؤتمنون على دين؟ يؤتمنوا؟ والشيخ في النهاية مهما بلغ من العلم والمكانة هو لا يعلم الغيب ولا يطلع على ما في الغيوب وما في الصدور، إنما يحكم بما ظهر له وهو يثق بهؤلاء الناس. يا شيخ هذا الكلام الذي ينسب إليك إما تصدقه وإما تكذبه. كلام يا شيخ، يقول أنا ما قلت له هذا الكلام، فما أنت ما قلت له هذا الكلام. هو بنفسه يقول إنك لم تقل له هذا الكلام في الأوراق التي عندك يا شيخ. في الأوراق ذكر بس فقط قولك أن أبغى منك الآن أنا أبدا، أنت قلت له هذا الكلام ولا ما قلت له؟ هو بنفسه الآن أبلغ مني، أنا يمكن أقول هذا الكلام؟ كن انت ذكيا. يقول انت خليه يعني كن ذكيا، كن ذكيا في التعامل يعني مع اهل البدع. مباراة بس. ما دخلهم؟ حجبوا الناس عن العلماء. وضعوا ستارا بين طلاب العلم وبين العلماء. لم تستطيع ان تزور الشيخ ربيع اياما. اياما تمكث في المدينة، لم تزوره. الباب مغلق. الصحافة يستأثرون بالشيخ. الشيخ واحد من مشايخنا الكبار، خليك من الاسم، من كلمنا قبل ايام، ذهب لزيارة الشيخ ربيع، لما جاء عند الباب قالوا الشيخ نايم، والشيخ مو نايم. رجعوه الشيخ نايم. هذه فتنة الصحافة، مجرمين خبثاء.